من هدي رب الكون ذي الرحمة، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات. في أيام رمضان يكون هناك شيء يتردد في كل سنة ونشعر به ونتكلم به، والناس كذلك يشعرون به ويتكلمون به ومنذ زمان، والناس لا تزال تتكلم به وتشعر به، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في كتابه وكذلك رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. في رمضان في بركة، بركة في الزاد، بركة في الصحة، بركة في الولد، بركة في الوقت. نستشعر بركة الوقت، حتى الإنسان يجد عنده من الوقت الشيء الكثير، يقرأ فيه القرآن، يذكر الله تبارك وتعالى، يصل أرحامه، بركة حتى في صحته النفسية. لذا حديث اليوم عن البركة، والبركة يعني هذه حاجة أساسية يحتاجها الإنسان. لو أعطي صحة بدون بركة يهلك، لو أعطي مال بدون بركة يهلك، وقت بدون بركة يهلك. لذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه الكريم هذا الدعاء قال: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. طلب ليس فقط المكان، وإنما طلب البركة في المكان، مكان والبركة التي فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. وكان يدعو في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. لذا علم هذا الدعاء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، ونردده في رمضان أكثر ما نردده: تحصل البركة. كيف ممكن أحصل البركة؟ واحد، يتحقق التقوى. التقوى تجلب البركة. قد يكون إنسان تقي واحد في مجموعة هو تتنزل عليه البركات وهم يحرمون منها. سبحان الله، بيت واحد في حي صاحبه تقي، أهل البيت أتقياء، الله تبارك وتعالى يختار هذا البيت فينزل عليهم البركة دون البيوت التي حولهم. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إيمان وتقوى جعل هذا الفضل يتنزل عليهم. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، السماء فتحت أبوابها والأرض أخرجت خيراتها كلها بركة. يقول عليه الصلاة والسلام: الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي، تدبروا أخواني أخواتي هذا الحديث العظيم، يقول: يا ابن آدم، الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي
أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. يعمل كثير ويجهد نفسه بغير عبادة ما يجد البركة، يجد هنا فقر في تفكيره، فقر في نظرته إلى المستقبل، فقر يده مشغولة وعقله مشغول، يتلمس البركة ما يجدها. والآخر قال: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا وسيلة من وسائل تحصيل البركة، أن يدعو الإنسان بحصول البركة. دعا صلى الله عليه وسلم لأنس، وأنس كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام صغير في السن، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل دعوت لولدك بالبركة؟ هل دعوت لنفسك بالبركة؟ هل دعوت لراتبك بالبركة؟ هل دعوت لصحتك بالبركة؟ ادعو بالبركة، فهذه وسيلة من وسائل تحصيل البركة. كذلك إذا صدقنا في تعاملنا مع الآخرين، وصدقنا في معاملاتنا مع الآخرين، صدقنا في تعاملنا وصدقنا في معاملاتنا مع الآخرين، حلت بذلك البركة. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اللي بيع ويشتري إذا ما كان صادق ولا يبين حقيقة السلعة تمحق البركة، إذا صدق وبين حقيقة السلعة بارك الله له في ماله. وقل مثل ذلك في مسألة أي معاملة، في زواج، في غيرها، إذا صدق المتعاملان بورك لهما، إذا كذبا وغشا محقت بركة هذه المعاملة. وآخر ما أختم به من وسائل كسب البركة، وهي كثيرة، أن نرضى بما قسم الله لنا. خذها مني أيها الأخ المبارك وأنت أيتها الفاضلة، لنرضى بما قسم الله لنا. ماذا قسم الله لك من الولد؟ ماذا قسم الله لك من المال؟ ماذا قسم الله لك من الصحة؟ ماذا قسم الله لك من الذكاء والعقل؟ ماذا قسم الله لك من المواهب؟ ماذا قسم الله لك من القوة؟ ماذا قسم الله لك من الجاه؟ ارضى بما قسم الله لك يبارك لك في هذه النعمة، وإذا بارك الله لك فلا خوف عليك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. فقط أرضى بما قسم الله لك، ستجد البركة تسري في هذا العطاء وفي هذه النعمة وفي هذه المنة وفي هذا الفضل. فقط أرضى بما قسم الله لك ستجد السعة. قال: بارك الله له ووسعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يبارك لنا في أولادنا،
وأن يبارك لنا في جميع ما أنعم به علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والرشاد. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور ينعي.